لا تتوقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلح ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن احدث هذه الانتهاكات خلفت عشرات القتلى والجرحى في مديريه الجوبه جنوب محافظه مارب حيث قصفت الميليشيا بالصواريخ البالستيه تجمعا سكنيا فاصابت مسجدا ودارا لتعليم الحديث الشريف في المنطقه المكتظه بالسكان والاسر النازحه وبالطبع فان هذه المجزره ليست اولى المجازر التي ترتكبها ميليشيا الحوثي فلها في هذا الشان سجل حافل بجرائم القتل الممنهج للمدنيين في مختلف محافظات اليمن كما انها لا تفرق في جرائمها بين رجل او امراه او طفل في ظل صمت دولي غير مفهوم ولا مبرر بحسب وزير الاعلام في الحكومه اليمنيه معمر الارياني وبحسب رئيس الحكومه اليمنيه معين عبد الملك فان هناك تهاونا من جانب المجتمع الدولي والامم المتحده ومجلس الامن ازاء الجرائم التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين والنازحين في مارب وغيرها على الرغم من ان تلك الجرائم تثبت للعالم ان هذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام وانها مجرد اداه بيد النظام الايراني الذي يستخدمها لتنفيذ اجنداته التوسعيه في اليمن الامر الذي يستوجب من المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته القانونيه والاخلاقيه في ادانه ووقف تلك الجرائم وملاحقه وتقديم المسؤولين عنها من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي للمحاسبه باعتبارهم مجرمي حرب غير ان موقف المجتمع الدولي في راي محللين مرتبط بموقفه من النظام الايراني وجمله المواقف والمعادلات السياسيه والعسكريه المتعلقه بذلك فملف البرنامج النووي الايراني يستحوذ على جل اهتمام القوى الفاعله في العالم ومن ثم فليس من المنتظر من تلك القوى ان تبذل جهدا حقيقيا في اليمن يتجاوز الحديث عن الازمه الانسانيه وضروره التوصل الى حل سلمي للازمه